اللي هو على الديب هو معايا. اطلب اهو مطلوب بكلم، مغلق او غير ما مغلق. دايما الارقام مغلقه مش عارف ليه. ما تديني يا ست اللي هو الرقم اللي بيرد. يا عم ما تستعجلش ادولك زيرو. ايوه اطلبه. ايوه اطلبه بس عشان ما نقولش ارقام بصوت عالي. اللي هتحسب معانا دلوقتي هنستمع في صمت للي هو علي الدين. برافو عليك، انا بحب حكمة ست اللي هو علي. وانا زيك. وبابا ومالك عامل تحليل رائع دول الصراحه. ثلاثة وخلي اغنيه وجزو حسن شاكوش. بس انت يعني ايه يعني بتضغط عليه؟ قول حاجات ما ينفعش تتقال غير بكره. انا صريح قدام الناس، في حاجات ما ينفعش تتقال غير بكره. وانا بخبرتي السياسيه يا بيه بعد اذنك ولا عسكرية يا عم، واحنا ادرى من مرتضى منك بعد اذنك يا سياده اللي هو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي اختلفنا انا والاستاذ ابو المعاطي زكي، مش مؤمن ان ممكن يبقى في مفاجآت بكره، ولا مؤمن بالارقام، ولا مؤمن ان ممكن حد. ممكن اقول انا مؤمن بايه؟ بعد اذنك يا بيه. يعني انت بتتكلم على لساني يا بيه. يعني انت بتتكلم على لساني لسياده اللي هو علي من غير بيه. طب انا حي يرزق. انا خليه بس مش هتكلم خالص. واللي هو علي بيتكلم. ايوه ماشي. طب انت بتتكلم على لساني انا مش على لسانك انت يا بيه. انا بقول سؤالي. ايوه بتقول للاستاذ ابو المعاطي. يا استاذ يا سياده اللواء، مش ممكن بكره واحد يقفز بخمسين الف صوت؟ هي صعبه شويه. طب يا سياده اللي هو علي بعد اذنك السؤال هو الاتي. سياده اللي هو علي اقول لك بس السؤال. انا بشتغل على سيناريو اسود. لا احظى الله يخرب بيتك لبيت مرتضى في ساعه واحده. اسمعني يا سياده اللي هو علي، هو بيقول لك ايه؟ اتفضل. ان ممكن بكره مرتضى يعمل مفاجاه ونلاقيه بيعيد، وفي نفس الوقت بيقول لي ثمان اسامي فوق ما فهمش مرتضى. فانا بقول ان السياسه يا عم اكمل كلامي الله يكرمك. طب قول بتاع النهارده يا عم اكمل كلامي. طب اتفضل. قول بتاع شغلانه. قول بتاع النهارده ده مش هو. ففهمنا سيدنا. فبقول له مفاجاه زي ايه؟ قال لي مثلا يكون له حشد هيحركه بكره. فانا بقول له الكلام ده ما بينفعش في الانتخابات دي الا لو في يوم اجازه ويوم عمل. فيوم العمل يبقى الحشد فيه قليل وغالبا يبقى اليوم الاول، ويوم الاجازه يبقى الحشد فيه تاني. وانا دايما الانتخابات في اليوم التاني بتبقى عامله 150% من اليوم الاول. حضرتك بقى الميكروفون معاك واللي انت تقوله هو الصح. اتفضل يا فندم. لا هو طبعا يعني كل واحد بيقول وجهة نظره دي على بناء على تجربة يعني سابقة ما حصلت. أيوة معاه بيبني عليها توقعاته. ولكن الدائرة هنا ليها برضو ظروف خاصة، معلش يعني علشان احنا اللي عايشين فيها. فاحنا عارفين انها اليوم الاول ايا كانت نسبة التصويت فيه، اليوم الثاني بتزيد عنه او اليوم الاخير تزيد عن اليوم الاول بنسبة مثلا 1.2 او 1.25%. ده 1%. على اقصى. لا يعني النهاردة 70 الف. 72 الف يعني فكرة بقى كام النهاردة؟ حاجة وسبعين الف. تمام. انا بقول لحضرتك يعني تزيد مرة وربع. يعني ايه النهاردة حاجة وسبعين، بكرة ينزل حاجة وثمانين تسعين الف. ما ده اللي انا قلته لك. النزول بكرة. تمام. ما مش هيقل عن 90 الف يا سيادة اللواء. فندم مش هيقل عن 90 الف. بالظبط كده. ممكن. طب حتى لا نسألك يا سيادة اللواء، اتفضل وسنستمع رؤية النهاردة وماذا هي رؤيتك لبكرة وما هو المطلوب من الناس. اتفضل قول رؤيتك عشان لو ما حضر حاجة ما نقطعكش. هي مع تحليل الارقام اللي قالها الاستاذ محمد ابو مالك. اتفضل. واللي حضرتك ناقشت فيها هي ارقام صادمه بكل المقاييس. برافو عليك. تمام. اول صدمه متغمر 8.2% نسبه التصويت. 8.2% يعني مع لو نفس النسبه بكره يعني اجمالي يبقى 16.4 يقول 17% هتبقى نسبه قليله جدا. شفت قلقان. نيجي لدمياط. دمياط 6.6%، ودي طبعا بعد ما بيكون فيها 2 مرشحين والحجم العمل اللي تم من الدعايه والدكتور ابراهيم الشناوي باسمه الكبير ورفضهم للاعاده. كان داخل اعاده الدوره الماضيه. يعني هو الدكتور ابراهيم الدوره اللي فاتت كان جايب في الجوله الاولى 16523، في الاعاده جايب 38730. فارقام ضخمه ما تتناسبش مع وقوف البلد المره دي معاه في اليوم النهارده في نهايه اليوم.
نيجي برضو نبص على أتميدة، وأتميدة برضو فيها 2 مرشحين، وفيها أمين حزب مستقبل وطن وهو موجود في قائمة التحالف، نسبة التصويت فيها 9.2%، برضو نسبة قليلة جدا. ده إنما باقي القرى بتتراوح النسبة ما بين 16.5% ل 18، من 16.5 ل 18، دي بتبقى معقولة في اليوم الأول. تمام. الأرقام بقى اللي كانت فارقة وعاملة نسبة تصويت عالية جدا، أكبر حاجة في كفر سرنجة، وده بيدل على قوة المرشح اللي هناك الحاج محمود نصر عامر، نسبة 30.22%، يعني لو نفس النسبة بكرة يبقى نسبة التصويت هتتخطى 61%، ودي نسبة كبيرة جدا 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 في كفر سرنجة. لما نيجي نقول نحلل ده مع وجوده في خط البحر، وجود المرشح وان بلده بتقف معاه، انت طبعا حضرتك كنت قلت لنا المثل بتاع اللي ما يشبعش على طبلية ابوه عمره ما يشبع مهما جابوه، برافو عليك المثل بتاع حضرتك، فطبعا ده شبعان في بلده وجايب 30% في اليوم الاول، يبقى البلاد اللي حواليه مديه له قد ايه؟ الدعم اللي هو واخده من الجوار هيخليه فعلا، بغض النظر عن الارقام انها ارقام هتبقى قد تكون متواضعه شويه، يعني كفر سرنجة 3100 اللي صوتوا من 10258، النسبه 30.22%، نسبه كبيره، فده هيخليه عنده حريه حركه بكره، ان هو ممكن يقضي ساعة الصبح يتأكد من مندوبيه في اللجان ويبتدي ينتشر في بلاد البحر اللي جنبيه، يحشد لنفسه ويبقى بكده بيعلي أصوات. نبص بقى للهدف بتاعك اللي هو حضرتك عمال بتتكلم عليه دايما، في بشلوش نسبة التصويت فيها 21.7%، ودي نسبة ده المعقول في المعتاد، يعني سنتيمية 16.6%، ودي برضو نسبة معتادة لعدة أسباب، هو سنتيمية برضو فيها مرشح ويعني لحد ما بتدعم مرشح بشلوش أو ليلة 17%، النسب كلها دي تقريبا متقاربة ومعقولة. بكرة بقى المفاجآت ان هي اجمالي عدد المصوتين النهاردة كانوا 73591 من اجمالي 400 تقريبا 45000، يعني بنسبة تصويت 16.54%، دي نسبة معقولة. لو قلنا ان احنا الجولة الاولى كانت النسبة الاجمالية فيها للتصويت 28%، يعني 30، النهاردة احنا عندنا 16 وبكرة يجي لنا 16 زيهم او 17، يبقى دخلنا في حوالي 33-34%، معقولة متقاربة مع النسبة العامة اللي اللجنة العليا اعلنتها بالنسبة للجولة الاولى في المرحلة الاولى. تمام، دي رؤيتي للأرقام اللي جات النهاردة والوضع النهاردة. بالنسبة بقى للمفاجآت، إن المفاجآت هيبقى فيه تصويت أعلى شوية من النهاردة، ده هيبقى فيه تصويت أعلى شوية وجايز يبقى أعلى كتير. يبقى ده اللي أنا بقوله صح، إن فيه مفاجآت ولا لا؟ هنخش تقريبا في 90000، بكرة هينزلوا وممكن نوصل ل100 لعدة أسباب برضو. الناس النهاردة كانت بتشوف، بتجس النبض، بتشوف الدنيا كانت ماشية ازاي. كان في بعض تخوفات ان برضو من امبارح ان في ناس جاية وفي ناس راحة وفي لما الامور بشت النهاردة تقريبا بصورة طبيعية، الامن مسيطر، العملية مرت بسلام، يبقى هيشجع الناس اللي كانت متخوفة او عندها رهبة انها تنزل ان شاء الله وتتلت صوتها.
اللي بيشتغلوا الشغل التاني اللي هم مصلة الانتخابات واللي بيشتغلوا بالمال السياسي هيزودوا الفيزيتا شوية، فالدنيا هتبقى فيها معدل أعلى شوية في التصويت. أنا بكلمك على العوامل كلها أيا كانت مشروع أو غير مشروع، بتبتدي تزيد شوية. الناس اللي بتتخوف من نتيجة الانتخابات طبعا، واللي هي متخوفة أنها تسقط المنصب، هتبتدي تزود الأنصار بتوعها وهتزود إلى حد ما الحشد. ولكن النهاردة أنا قابلت عدد كبير كان فعلا بأنه هو بيتم الاتفاق معايا على انه هو احنا زقنا فيديوهات لا حصر لها فيها رشاوي وفلوس بالعبيط. في فيديو تانية بس لما دخلوا جوه بامانه في عدد انا قابلته فعلا صوت بحريه، يعني بعد ما انه خد الرشوه الانتخابيه فعلا ما كانش اتفق معك. بس ليا سؤال يا ست اللواء، علشان بس احنا بيتابعنا برضه جمهور كوره، هذا الاحباط من النزول الضعيف اعتقد ان لم يكن في جماهير كوره بالمره، لا اهلاويه ولا زملكاويه. هي دي برضو علشان المعركة دي معركة أهالي الدايرة. أيوة عدم ده سؤال مهم عوامل. أفندم ده سؤال مهم. طبعا عدم وجود عوامل خارجية مؤثرة ده مهم جدا، لأن ده لو كان في لعيبة من الأهلي نزل هينزل لعيبة من الزمالك، في لعيبة من الزمالك هينزلوا لعيبة الأهلي هترد. لا أصلي كان، أنا آسف على المقاطعة يا فندم من المرة التانية، كانت هناك حملات حق الخطيب، يا أهلوية يا أهلوية في ميت غمر عايزين حق الخطيب، وشرفاء الزمالك حق الزملكاويه اللي ماتوا واتشتموا، لا دول نزلوا ولا دول نزلوا كلاعيبه، لا كناخبين كشباب ناخبين. لا 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 كناخبين مش عايزين نخش فيها انها نفصل الناخبين عن بعض، ولكن الناخبين اللي عندهم استعداد ان هم يشاركوا نزلوا. اتفق معك ماشي. اللي عندهم استعداد برضو ان هم ينزلوا لأي ظروف هينزلوا بكرة ان شاء الله، يعني ان شاء الله بإذن الله التصويت بكرة هيبقى اعلى من النهاردة، واحنا برضو بيننا وبين بعض الارقام ان شاء الله في اخر اليوم. بس هو ده المعتاد هنا في الدايرة، ان في ناس كتير بتستنى تشوف اليوم الاول كجلسة نبض كده الدنيا ماشية ازاي، وبعد كده بيبتدوا ان هم ياخدوا قرارهم طالما الامور مشيت سليمة بينزلوا ويشاركوا تاني يوم، وده هنشوفه ان شاء الله بكره باذن الله في اللجان ان شاء الله. بكره ايه النهارده يعني قبل 7 ساعات واللجان تفتح ان شاء الله. طيب يا ست اللواء، توقعاتك الاخيره، هل كنت متوقع تراجع بعض الاسماء النهارده في اليوم الاول؟ هي تراجع بعض الاسماء ما نقدرش نجزم بيها، لاننا ما شفناش الاوراق مكتوب فيها ايه. الناس بقى عندها شوية بعض من الخبث ان هو ايه يقول لك انا مديت فلان وهو فعلا ما ادهوش، يعني احنا برضو لينا بالفرز. ولكن التصويت مثلا في متغمر علشان بيقول ان مثلا ان هو كان عدد المصوتين هناك 8000 وشوية، بيدوا ابناء متغمر. التصويت اللي هو تم في متغمر النهارده كانوا بيدوا ابناء متغمر، وكان في يعني تواجد في الساعات الاخيره اكتر من اول اليوم. يعني اذا كنا احنا كنت حضرتك خدت من بعض المراسلين ان في تصويت لحد معين الصبح وعمل قلق شويه، كانت نسبته قليله جدا، نسبته قليلة جدا في المشاركة، لأن المشاركة عادة بتبقى بعد الساعة 1-2 الظهر بتبتدي تزيد، وبعد الاستراحة بتاعت الساعة 3 بتبقى أكثر. أنا شايف إن دي بتبقى أقوى مرحلة. وإن شاء الله وإن شاء الله بكرة التصويت هيستمر، ممكن يستمر لغاية 11-12 المجمع الانتخابي. طب سؤال تاني يا ست اللواء. هل تتوقع اللي بعده النهاردة يظلوا بعد؟ الى حد ما الى حد ما. يعني انت تتفق مع ابو المعاطي انك انت ما تقدرش تنفخ في قربة مقطوعة؟ اللي بعد لا، اللي بعد هيفضل بعيد لان ليه اسبابه. اللي بعد ده بيبعد لان ليه اسبابه، واللي بيصعد واللي نجمه بيصعد ده ليه وبيفرق معاه في اليوم وبيفرق معاه في اليوم التاني. ده لازم يعني النهارده الدايره نايمه، الدايره نايمه على ان عبد الفتاح البحراوي مفاجاه،
ومحمود والدكتور محمود العزب مفاجأة، وأحمد أبو زيد متقدم. الدايرة نايمة على أسماء مفاجأة، اتصل عليها. وأحمد بدو عبد اللطيف. فندم معلش برضو، معلش مع احترامي يعني، هي المفاجآت برضو مش هي دي، مش هي دي برضو المفاجآت. ما ايه المفاجآت يا فندم في رأي حضرتك؟ حاجة تانية. لا هو عايز يتكلم بعد الفرد في المفاجآت سيبت له. المفاجآت يعني هتبان في حاجات تانية، لان هو يعني مثلا التواجد بتاع يعني الحاج عبد الفتاح البحراوي يعني للحظات يعني مش مستمر. لا لا انا بتكلم بايدك ان ممكن النجم صعد يفيده في اليوم الثاني، واللي بعيد هيضره في اليوم الثاني، لكن ممكن الارقام ما تصلش هي ولا الاشخاص. هي ممكن يبقى فيها تحركات بسيطة، إنما برضو التوقعات اللي احنا قلناها لو حضرتك رصدت الأسماء اللي احنا عمالين نقولها بقالنا مش هتطلع بعيد عن التصورين بتوعك. لا مش شرط التصورين بتوعي، الأسماء اللي هي الكبيرة اللي احنا عمالين ندور حواليها، مين الأول ومين التاني ومين التالت. ألو؟ أيوة معاك يا فندم. معاك. الأسماء اللي احنا عملين نتأرجح ما بينها دي هي اللي هتظل برضو من ضمنها التوقعات، مش هتخرج منها. يعني اللي احنا بنقول عليه في المركز الأول، اللي احنا بنقول عليه في المركز الأول ممكن ينزل ثالث، اللي احنا بنقول عليه ثالث ممكن يطلع تاني. يعني التأرجح ما بين المراكز هيبقى مركزين ثلاثة بالكتير. تمام. انما مش هيبقى في مركز العاشر وتقول له هيطلع بقى رابع، مستحيل مستحيل. ولكن لازم الناس تنزل يا ست اللواء. طبعا لازم الناس تنزل، وكلنا بندعو الناس انها تنزل، وكلنا كنا في وسط الناس النهاردة على الارض علشان يتداول ما بينهم ان احنا موجودين في وسطيهم، علشان ده بيعمل عمل جذب للناخبين. يعني التحركات النهاردة ما بين كل اللجان، وبنتظر شوية بيبعثوا لأصحابهم وبييجوا يتصوروا معانا وكده، وبعدين يبتدوا يخشوا يصوتوا. يعني عملية الحث على التصويت النهاردة كانت الحمد لله إلى حد ما كويسة، يعني بالنسبة كيوم أول، إنما إن شاء الله بكرة هيبقى أفضل شوية من النهاردة. طيب آخر سؤال وبعد كده آخر سؤال يا فندم. تفضل. ولو عايز تجاوب عليه جاوب، ولو مش عايز ما تجاوبش يعني عادي، مش عايز احرج حضرتك اكتر من اللازم. لا 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 انت تؤمر. كلام مرتضى منصور وحملة سوشيال ميديا اللي انطلقت والمواقع ان هو مكتسح وناجح، والبوست بتاعه شخصيا اللي اكد ان الكلام منسوب لي، ان هو بيشكر اهالي الدايرة وذكر 167 لجنة هو متصدر فيها من اجمالي 169 لجنة، وانه بيشكر كل اهالي الدايره اللي خلوه نمره واحد في اليوم الاول. هل ليه رد عندك ولا مش حابب لك الحريه؟ والله الكلام ده لو احنا اخذنا بيه بينسف العمليه الانتخابيه من اساسها. لو الكلام ده سليم. ولكن ده اسلوب من اساليب الدعايه والحرب النفسيه على المنافسين. ان انا بأشيع ان انا منتصر، ده انا زي ما قال الاستاذ ابو المعاطي من حوالي نص ساعة مع حضرتك لما كان بيتكلم على ان نفس اللي عمله الاخوان في 2012، اللي هو احنا كسبنا واحنا عملنا واحنا كده، لغاية ما ان هم ايه يعني وصلوا للسلطة ولكن ما قدروش يحافظوا عليه. هي دي عملية نفسية بس، حرب نفسية. يعني حملة مرتضى مكتسح ممكن نعتبرها من ضمن خطة كاذبة لشيء ما. يا فندم الكلام ده يحاسب عليه القانون، الكلام ده يحاسب عليه القانون. لو أحد المرشحين راح بالكلام ده للهيئة الوطنية للانتخابات هيتم استبعاد اللي بيقول الكلام تماما من السباق، والكلام ده واضح في التعليمات اللي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات. نجينا على سفر يعني. فمش عايزين نلتفت ليه. ده لو هو كده ده حاجة كويسة برضو، ويشجع الباقي ان هو ينزل ويدلب صوته. لو ان هو موافق على كده ينزل يزود التأييد ليه، لو هو مش موافق ينزل ويثبت ان هو مش موافق على الكلام ده علشان يزود الأصوات. بنطلب كل الناس بالنزول ان شاء الله.
بس شكرا يا ست لؤي. احنا بنطالب الناس كلها انها تنزل، سواء انها مؤيده او معارضه، كله ينزل ان شاء الله وبكثافه، علشان ده حق من حقوقنا وواجب علينا نحو الوطن ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لك يا فندم. الاستاذ ابو معاطي يعني يقول لنا حاجه، اونكل يقول لنا حاجه، ما ينفعش كده. والله يا ست اللواء انا تحليلك بيبقى منطقي جدا وعقلاني جدا، وانا بسعد بيه وبتشرف بيه. الله يخليك يا فندم. وفي نفس الوقت انا معلوماتي واحساسي الشديد جدا ان مرتضى بعد العاشر، وان النتائج ستكون مفاجئه، وان اهالي متغمر تاثروا بانهم يمثلون مصر في هذه المعركة الأخلاقية في إسقاط رجل سباب لعان شتات. لأن عاوز أقوله، هل أهالي كوم النور بكرة هيطلعوا لدعم سيادة العميد ابن بلدهم؟ إلى حد ما يعني هيتم إن شاء الله نزولهم بكرة لدعم العميد نادر والحاج ناجس الأهل وغيرهم يعني من المرشحين. ولكن أنا عايز أقول لحضرتك إن اللي هيبقى في المركز الأول هيبقى هو في المركز الأول عن استحقاق، اللي هيبقى في المركز العاشر هيبقى في المركز العاشر عن استحقاق للمركز العاشر. شكرا يا سيادة اللواء. تصبح على خير يا سيادة اللواء. العفو، تحت امرك، وتصبح على خير يا كابتن ابو معاطي. يعني انت حضرتك كده خلاص عينيك قفلت. لا ما هيخش ينام. انا مش شايف. خش نام.